بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أقبلت العشر المباركة، مضى من رمضان أيام مباركة وليال نيرة، تصرمت هذه الأيام كأنما هي ساعات، بل وكأنها لحظات، وانقضت كأن لم تكن، وتولت هذه الأيام بما فيها وما أودعنا فيها من أعمال. وكلما كان المرء في رغد من العيش وأمن وعافية لم يشعر بمرور الزمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحنا جميعا بقدوم هذا الشهر، وكأنه بالأمس ونحن يهنئ بعضنا بعضا، ومضى الثلثان وبقي الثلث، وجميعنا نشعر بسرعة هذه الأيام والليالي. هذه الليالي مضت بسرعة، لماذا؟ لأننا ولله الحمد جميعاً ننعم بالصحة والعافية ورغد العيش والأمن، فلم نشعر إلا وقد مضت هذه الأيام سريعاً. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. ونحن نرى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من تقارب الزمان وأيضاً من سرعة الليالي والأيام، فلا شك أن هذه علامة من علامات قرب يوم القيامة. إذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد، والقيامة تقوم إما بقيامها كما أخبر الله تعالى بها، أو بموت أي واحد فينا. إذا مات المرء قامت قيامته، فإنه قد انقطع العمل وبقي الحساب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الحياة، اسمعوا كيف وصفها الله تعالى لنا. وصف الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحياة وصفا عجيبا، قرب لنا أن هذه الحياة زائلة، وأنها لا قيمة لها إلا ما أودع المرء فيها من العمل الصالح الذي يجده يوم القيامة. ماذا قال الله سبحانه؟ يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. تأملتم هذا الوصف؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وفي آية أخرى أيضا، هذه في سورة يونس، سوف نرجع لها، ولذلك هذا
وصف في سورة يونس مثل للحياة. أيضا في سورة الكهف ماذا قال الله تعالى واصفا هذه الحياة؟ قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا الوصف الثاني سوف نحتاجه الآن بعد قليل، لأننا نحتاج ماذا؟ ماذا قال الله بعد هذه الآيات؟ ماذا قال الله بعد هذه الآيات عندما وصف لنا الدنيا؟ أيضا في آية ثالثة ماذا قال الله تعالى؟ قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه ثلاث آيات وصف الله لنا فيها هذه الحياة الدنيا، ربيع ثم لا يلبث إلا أن يكون حصيدا، وأيضا نبات أخضر ثم يغدو هشيما، وخضرة ثم يهيج مصفرا وييبس هذا النبات ثم يكون حطاما. إذن هذه الدنيا لما كان الأمر كذلك لم يكن للعاقل إلا أن يغتنم ماذا؟ زهرة الدنيا. الزهرة وهي الثمرة الذي يجدها أمامه يوم القيامة، وماذا يجب علينا؟ هو ما بيّنه الله لنا بعد هذه الآيات، وصف لنا الحياة الدنيا ثم قال لنا وأرشدنا إلى أمور مهمة بعد أن وصف لنا هذه الحياة. في سورة يونس ماذا قال الله تعالى بعد هذه الآية؟ قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن إذا علمت أن هذه نهاية الحياة الدنيا وأنها هشيم ولا قيمة لها، لا يكون الفوز إلا بما بيّنه الله سبحانه وتعالى وما دعا عباده، وهو يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية الثانية التي في سورة الكهف ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ قال: والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن وصف هذه الحياة ثم بين لنا أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وماذا قال بعد آية سورة الحديد؟ قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن علمنا قيمة هذه الحياة، وذكرنا لكم سرعة هذه الأيام، وأننا خلال هذه الأيام ينبغي بل يجب علينا أن نودع فيها ما ينفعنا. في سورة الكهف لما قال والباقيات الصالحات لها معان عظيمة، لها معان عظيمة يجب أن نتوقف عندها. لماذا؟ لأننا نحتاجها في هذه العشر، لأننا نحتاج الباقيات الصالحات في هذه العشر. كل ما ذكره الله بعد هذه الآيات نحتاجها في هذه العشر القادمة، نسابق إلى الخيرات، نسارع في فعل الخيرات، كل هذه نحتاجها. لماذا؟ أولاً لنعرف قيمة هذه الحياة ولا نشغل أنفسنا في هذه الحياة، وخاصة أولئك الذين يرجون الثواب بماذا؟ بالاعتكاف. المعتكف يخلو بنفسه مع الله سبحانه وتعالى، فتجده والذي ينبغي عليه أن يجتهد في العبادة، أن
يبذل ويهيئ نفسه للتفرغ للعبادة ولا يشغله أي شيء، فإذا يحتاج أيضا للباقيات الصالحات. المفسرون ذكروا أقوال كثيرة في معنى الباقيات الصالحات، قالوا وسوف نقول الراجح في ذلك، قالوا أن الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، وجاء عن جمع من الصحابة على هذا القول. أيضا قالوا أن الباقيات الصالحات هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. واستدلوا بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال استكثروا الباقيات الصالحات. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا أن الباقيات الصالحات هي هذه الأذكار. أيضا جاء قول ثالث، قالوا أن الباقيات الصالحات هي كل ما يعمله المسلم من أعمال صالحة، فهي تبقى له، هذه الأعمال تبقى له وهي الباقيات الصالحات، أي كل عمل صالح يعمله العبد هي الباقيات الصالحات وهي التي تبقى له بعد موته. أيضا في هناك قول رابع، أنها كل ما يكسب صاحبه الأجر والثواب، وهو قريب من القول الثالث. وفي قول خامس أيضا قالوا أنها العلم الذي ينتفع به الإنسان، وبأنه الولد الصالح الذي ينتفع به، وولد صالح يدعو له بعد موته، أو الصدقة الجارية. فقالوا هي الباقيات الصالحات ثلاث، أنهم قالوا أنه العلم الذي ينتفع به، أو الولد الصالح الذي يدعو له بعد وفاته فيكون صدقة جارية، أو الصدقة الجارية التي تستمر بعد موته. قالوا أن هذه هي الباقيات الصالحات. لكن بين الله لنا أهمية الذكر عندما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الباقيات الصالحات هي الذكر وهي الأذكار وهي ما جاء في الحديث، ولذلك أيضا يشمل كل عمل صالح يعمله المرء، وخاصة ما بينه أهل العلم ما يتعلق بالصلاة، وكذلك ما ذكرناه من هذه الأربع الذي وردت في هذا الحديث. نبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى، هذه في الباقيات الصالحات، قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا الاصطفاء تمسك به، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من كلامه ومن ذكره هذه الكلمات فتمسك بها، فهذه هي الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. إذن لا شك أن مثل هذه الأذكار سهلة ولكن الأجر فيها عظيم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من فضائل هذه الأذكار أيضا هذه الأربع أنها تكفر الذنوب، أنها تكفر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مر بشجرة وهو في طريقه مع أصحابه وجد شجرة يابسة فضربها النبي عليه الصلاة والسلام بعصاه فتطايح الورق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق الشجرة هذه. إذن الإكثار من هذه الأذكار أيضا لا شك أنها مكفرة للذنوب كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، مضى من رمضان الثلثان وبقي ثلثه، والخير أيضا فيما بقي وهي الأشهر المباركة التي هي مسك الختام، ولا شك أن في الختام هي زبدة هذه الأيام. لماذا؟ أولا لأن فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا من أهم ما بينه الله لعباده عن فضل هذه الليلة. أيضا هذه العشر كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ويحسب لهذا العشر حسابا واحتسابا في كل أعماله عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ وصفت لنا عائشة رضي الله عنها عن عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العشر. انظروا إلى حال المصطفى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف يعتني بهذه العشر، كيف يعتني ويتفرغ لهذه العشر، ولا يكتفي فقط بنفسه بل أيضا يهتم بأهله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذه هي الأوصاف التي وصفت عائشة حال النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول العشر: شد المئزر كناية عن الاجتهاد، وكناية أيضا عن عدم الجماع أيضا في هذه العشر، كل ذلك من أجل التفرغ لهذه العبادة. وأحيا ليلة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل، إذا قلنا كله فالمقصود من ذلك أنه لا يبقى من ليلته إلا ما يحتاجه من قضاء حاجته أو طعامه عليه الصلاة والسلام. وأدل على والذي يدل على ذلك هو ما حصل من حاله عليه الصلاة والسلام عندما قام بالصحابة ليلة من الليالي، وقيل أنه قام هذه الليلة هي ليلة 27. قام عليه الصلاة والسلام بالصحابة حتى قالوا: خشينا أن يفوتنا الفلاح. خشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح، أي السحور، من طول قيامه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل، وكما وصفت عائشة رضي الله عنها حال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحيا ليلة. يكتفي بذلك؟ لا، بل قالت: وأيقظ أهله. لا يترك أهله نيام، ولا يترك أهله ينشغلون في شواغل الدنيا، لا يتركهم أمام الملهيات، بل يأمرهم ويوقظهم للصلاة وللعبادة ولاستغلال هذه الليالي، لأنها ليالي مباركة، أيام قلائل والأجور فيها عظيمة ومضاعفة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة، يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على استغلال وقته في هذه العشر، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. أيضا عليه الصلاة والسلام جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند البخاري أنه قال، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، أي 20 يوما. انظروا إلى حرصه عليه الصلاة والسلام في خاتمة حياته أن يزداد في العبادة. ولذلك نقول نحن في ختام هذا الشهر يجب أن نضاعف العمل، يجب أن
نتفرغ من الشواغل، يجب أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتنا. والوقوف بين يدي الله لا يكون في الصلاة فقط، بل يكون أيضاً في ذكره، وأيضاً في التفكر في آياته، في تلاوة القرآن، في جميع الأعمال الصالحة، فأنت تراقب الله سبحانه وتعالى في عملك. فاجعل كل وقتك مفرغ للعبادة لله سبحانه وتعالى. لماذا كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يجتهد في هذه العشر؟ ولماذا يجتهد؟ لأنه كان يتحرى ويعرف قيمة هذه الليلة. انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على هذه الليلة. فكيف بحالنا أيها الإخوة؟ أليس الأولى بنا أن نجتهد اجتهاداً عظيماً، وأن نستعد ونبذل جميع الأسباب التي تعيننا على استغلال الوقت، وخاصة في مثل هذه الليالي؟ علينا أيضاً أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة نقتدي به في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول: من فرط في بداية هذا الشهر فليغتنم ما تبقى من هذا الشهر، من كان مسيئاً فليحسن ما تبقى من هذا الشهر. ولا يدري العبد، لا يعلم العبد في أي أيامه ولياليه تكون نجاته. ووالله لو لم يبقى من رمضان إلا يوما واحدا واغتنمها العبد المسلم وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، فإنه والله لينال خيرا كثيرا. فكيف لو أنه اجتهد في هذه العشر؟ وكيف لو أنه أيضا قام هذه الليالي واغتنم هذه الليالي؟ انظروا إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ما هي وصيته؟ يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. يطلب منا أن نتحرى ليلة القدر، وهي فيها ما فيها من الفضائل وما يتنزل في هذه الليلة من الخيرات والنعم. يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية أخرى أيضا قال: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن رحمة الله واسعة ورحمة الله قريب من عباده. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ماذا قال بعد ذلك؟ إن رحمة الله، ماذا؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن رحمة الله قريبة، مجرد التوبة يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. فكيف إذا تاب في هذه الأيام؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا، مهما أسرفت من المعاصي، مهما فعلت، مهما أذنبت، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نبادر بالتوبة، علينا أن نبادر بالتوبة. فهي أيام مباركة، أيام قلائل، نجتهد فيها، نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه. ماذا قال الله تعالى؟ يقول: إن رحمتي سبقت غضبي. فالله رحيم بعباده. قل: يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت عذابي. ثم جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام بأنه قال: لن ينجي أحد أو لن ينجي أحدا منكم عمله، أي أن العمل لا ينجي،
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال: فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغ، أي لنبذل الأسباب التي تعيننا حتى نصل. فلا شك أن المؤمن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أيضا جاء في الحديث قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. انظروا، هم بسيئة ولكنه لم يعملها فكتبها الله له حسنة، هذا فضل من الله ورحمة. أيضا فإن هم بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، هذا بالنسبة للسيئة، هذا بالنسبة للسيئة. أولا يقول: فمن هم، أيضا إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتب له، لأنه لم يعملها كتبت له حسنة. لكن كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها أيضا كتبت له عند الله حسنة كاملة. فإن هم بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كيف هذه الحسنات لو فعلت في هذه العشر المباركة؟ انظروا إلى الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. سوف نذكر أيها الإخوة وصف عظيم وصفه الله سبحانه وتعالى، وهي صفات. لكن بعد أن ذكر الله هذه الصفات ماذا قال؟ أن أصحاب هذه الصفات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كلنا نطلب هذه المغفرة ونطلب الأجر العظيم. ما هي هذه الصفات التي ذكرها الله ثم قال بعد ذلك: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما؟ قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاتصف بهذه الصفات العظيمة، صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولذلك في آخرها قال: والذاكرين الله كثيرا. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذه الأيام. جاء في الحديث القدسي، وهذا أيضا يحثنا على العمل الصالح في هذه العشر المباركة، يقول الله تعالى في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أحب شيء عند الله سبحانه وتعالى، أن تحافظ على ما افترضه الله عليك من الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه على المسلم أن يحرص عليها، وهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا هذا المعنى، أيضا حتى أحبه، هذا اصطفاء، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي يكثر من النوافل. هذه العشر مهيئة لك، هذه العشر كل الأسباب هيئت لك بأن يصطفيك الله، فيتكون أنت ممن أحبك الله. فإذا أحبك الله ماذا يحصل؟ يقول في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه فرصة عظيمة لك في هذه العشر، مجرد إما أن كنت معتكفاً أو كنت أيضاً في عبادة وتشغل نفسك أيضاً وتتقرب إلى الله في هذه الأيام
بكل ما تستطيع من العبادات من الذكر، فإنك تحصل على هذه المزية وهذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء أيضا مما يشجعنا أيضا في العمل في هذه العشر، جاء في الحديث القدسي أيضا قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. كل هذه تدل على الأعمال الصالحة، كلما اجتهدت في هذه الأعمال كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى، وكلما أصبحت ممن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعلم أنك إذا وفقت للعبادة فإن الله قد أنعم عليك من أفضل النعم، ولا شك أن هذا من شكر النعمة أن تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى أن جعلك شاكرا، لأن كثيرا من الناس حرموا من هذا الفضل وهو الشكر لله سبحانه وتعالى. ما هي النهاية التي نصل إليها؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ماذا في الجنة؟ أولاً جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها، فيها 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أهلها والجيران فيها هم صفوة خلق الله وخير عباده، وهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لا يفنى فيها الشباب ولا تبلى فيها الثياب، أول زمرة يدخلونها على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء. قال: قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. أوصاف عظيمة. يقول الله أيضا، يقول أيضا في وصفهم: يسبحون الله بكرة وعشية، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذه هي جنة الفردوس الذي هذا جزاء من يسير للوصول إليها، ولكنها تحتاج إلى العمل وتحتاج أيضا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم تكتسب العمل الصالح في هذه العشر فأنت مفرط، فعليك أن تظفر خاصة بليلة القدر، اظفر بليلة القدر لا تفوتها. من مزايا ليلة القدر أن في هذه الليلة تكتب المقادير، في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. قال أهل العلم أن في هذه الليلة تكتب المقادير لكل عبد، وماذا كتب له من حياة أو موت، وما جاء فيها من رزق. ولذلك جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. فإنك إذا اجتهدت في هذه الليلة ووفقت لقيام هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وتكتب المقادير، إذا وفقت للدعاء بأن يجعل الله لك السنة القادمة وأن تكون سنة خير لك ولأولادك ولذريتك ولزوجك ولبلدك، فإن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، ولذلك لا يرد القدر إلا الدعاء. فذكر أهل العلم أن بدعائك في هذه الليلة يكتب الله لك الخير في السنة القادمة. انظروا إلى هذا الفضل. أيضا كلنا يتمنى ما يتمنى في هذه الدنيا وأيضا ما يتمنى في الآخرة، فعلى المسلم أيضا أن لا يفرط في أي ليلة من هذه الليالي العشر. إياكم من أصحاب الرؤى. أصحاب الرؤى هم قطاع طريق، يقطعون الطريق على الناس وعلى الخير. يأتيك
يقول هذه السنة ليلة القدر هي ليلة 21، اجتهدوا فيها. فيجتهد الناس في هذه الليلة ويتركون بقية الليالي. جاء أحدهم قبل أيام يقول لي، وعندما قلت وذكرت بأن ليلة القدر لم تحدد بليلة معينة، جاء وقد غضب هذا الرجل، قال: أنت تلبس على الناس وتقول ونحن نعلم بأنها ليلة 27، وكان يرفع صوته. لا شك أن هذا أيضا قاطع للطريق، وسوف نبين لكم إن شاء الله الأدلة على ذلك في درسنا إن شاء الله بعد صلاة العصر. ليلة القدر ليلة تختلف من سنة إلى سنة، والأدلة واضحة فيها، فقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام وبين حال هذه الليلة بأنه يسجد في تلك الليلة في ليلة مطيرة. وجاءت الروايات الكثيرة أنها كانت ليلة 21، وجاءت أيضا رواية بأنها ليلة 23، وفي مرة ثالثة في ليلة 25، وأيضا جاء أنها في ليلة 27. فالمسلم يتحراها في كل الليالي. لذلك أقول لكم يجب عليكم أن تحذروا من أولئك أصحاب الرؤى الذين دائما، بل إن بعضهم يضع تقاويم لسنوات عديدة قادمة، يقول كل سنة ليلة القدر هي في الليلة الفلانية، وهذا كله أيضا من العبث. لكن المسلم الجاد الهميم يجتهد في هذه العشر. أنت مأجور في كل الحالات. أنت اجتهدت في أفضل الأيام، اجتهدت في رمضان، في كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة يكتب لك فيها الأجر العظيم، فلا تفرط في أي ليلة من هذه الليالي. وإياك أن تسمع من أولئك الذين يحددون ليلة القدر بليلة معينة، ولكن اعلم أن لهذه الليلة علامات، ولو أيضا لم ترى هذه العلامات فإن الموفق من قام هذه الليالي العشر واجتهد فيها. ولذلك ذكر أهل العلم أن في صبيحتها تخرج السماء، تخرج الشمس بليجة، أي ليس لها شعاع. وهذا ربما يراه البعض وربما لا يرونه، ولكن نقول دائما أن بعض الناس أيضا مما ينبه عليه أنهم يصورون الشمس كل ليلة، ولكن بعضهم يتلاعبون بهذه الصور، يتلاعبون بهذه الصور لكي يكون له السبق بأن هذه الصورة هي صورة تطابق الوصف، وعلى أن الليلة السابقة هي ليلة القدر. ولا شك أن هذا أيضا من التلبيس والغش للناس. ولذلك لا تلتفتوا لهذه الأمور، بل انشغل في العبادة، لا تنظر إلى كل هذه الوسائل، إنما يجب أن يكون التركيز على العبادة. اجتهد، أنت الآن تريد أن تحصل، حصل كل ما تستطيع، كل عمل صالح. انتهيت من قراءة القرآن، ابدأ بالذكر، انتهيت من الذكر، ابدأ بالاستغفار، ابدأ بالتفكر في آيات الله. لا اشغل نفسك في العبادة في كل ثانية من الثواني، لا تضيع وقت، فهي فرص عظيمة. ولذلك هذه أيضا العبادات، وخاصة في هذه الليالي إذا اجتهدت فيها، اعلم علم اليقين، وأنا أقولها بأنك سوف تجد أثرها أيضا في نفسك، وكذلك في أهلك وفي زوجك أيضا، وفي جميع الأعمال التي تعملها أيضا من وظيفة ومن غيرها، هذه تعود عليك بالبركة. فلذلك اجتهد وابتعد عن تلك الوسائل التي تشغل الناس، واجتهد في العبادة قدر ما تستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يعيننا على حسن عبادته، وأن يوفقنا في وأن يوفقنا بأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يلهمنا بأن نوفق لقيام ليلة القدر، وأن يكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، وأن يعيننا أيضا على قيام هذه العشر، وأن يجعل قيامنا خالصا لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا،
كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من عتقائه من النار نحن ووالدينا ومن نحب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد